أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع الذي بعث بهذه الأسئلة أحمد بن شعر العمري يقول: فضيلة الشيخ، أنا حافظ لكتاب الله عز وجل والحمد لله، وأرجو من فضيلة الشيخ صالح الدعاء لي بالثبات ولشبابي وشابات المسلمين بالهداية والثبات. سؤالي: في العشر الأواخر من رمضان قرأ الإمام في صلاة التراويح سورة صعد ولم يسجد، ولما سألناه عن السبب هل سهى أم تعمد أجاب بأن في ذلك خلاف. والسؤال يبقى فضيلة الشيخ: هل يبيح له الخلاف ألا يسجد أفيدون مأجورين؟ نعم، إذا رأى عدم السجود فإنه لا، لأن سجدة صعد فيها خلاف، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة على قول من أهل العلم. فإذا أخذ بأحد القولين فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأمر محتمل. نعم.